واقع متباين للشبكة الطرقية بإقليم الحسيمة تعززت بشكل واضح بعد انتهاء أشغال آخر مقطع من الطريق الساحلي الرابط بين طنجة والسعيدية بكلفة إجمالية ناهزت 7 ملايير درهم. الطريق الساحلي رغم بعض النقاط السوداء فك العزلة شرقا وغربا عن أقاليم عدة بينها الحسيمة. هذا المشروع جد مهم كيمر على 8 الأقاليم: طنجة، الفنيدق، تطوان، شفشاون، حسيمة، دريوش، الناظور وبركان. أهداف هذا المشروع هو فك العزلة عن الساحل المتوسط وإحداث مراكز حضرية جديدة، تحسين مستوى الخدمات لمستعملي الطريق وتقليص مدة السفر حوالي 4 ساعات. لكن جنوبا تعاني الحسيمة من ضعف البنية الطرقية والتي استلزمت إطلاق مشروع كبير هو الطريق المزدوج الرابط بين الحسيمة وتازة والذي رصد له غلاف مالي يناهز 2.5 مليار درهم. وجنوبا كذلك تم إنشاء الطريق الوطني رقم 8 والتي تربط تونات بترجيست قبل نحو 5 سنوات، لكن الطريق لم تصمد أكثر من سنة واحدة لتنهار عدة مقاطع منها. ساحلية طريق نقية كتدخل فوقاش ما بغيتي، طريق زوينة، شي طريق في الساعة اللي عجبك. ملي كنجيو الطريق ديالنا كنوليو كنخافو على راسنا، ما كنخافو بنادم الشيفور كتبغي تدابز معاه ما يكسيريش ما كدا، الحفاري بزاف يقدر يخرج بك في الطريق، يقدر يوقع شي حاجه. الطريق الساحليه راه في ميتا، حنا كنمشيو من هنا الطريق الساحليه من تطوان لترقيست كنديرو 3 ساعات، حنا غير من احمد لهنا كنديرو 3 ساعات لترقيست، راه بزاف علينا. هاد الطريق اللي خرجت من ترقيست حتى لتاونات طريق جديده وما كاين لا طريق لا والو، الطريق راه كلها محفره كلها ويدان. يعني احنا في الايام ديال الشتاء دابا راه يعني مازال شويه يعني خدامه مزيان، ولكن في الايام ديال الشتاء راه كتقطع علينا الطريق. الطريق الوطني رقم 8 انجزت لفك العزله لكنها تحولت الى طريق للعزله استدعت في السنوات الاخيره تدخل الاليات لتعبيدها ورصد اعتمادات ماليه لاصلاح الضرر. واحد الصفقه ب 10 مليون درهم تعطات الامر بالخدمه للمقاوله حتى تدخل في هذا الاشغال هذا. ثم هناك كذلك عمل الفرق ديال الصيانه ديال المديريه التابعه للمديريه فيما يتعلق باللوحات التشوير. يمكن القول ان البنيه التحتيه للشبكه الطرقيه بمنطقه الحسيمه تحسنت بشكل واضح خاصه على مستوى الطرق الوطنيه في السنوات الاخيره، لكن لا يزال هناك عمل كبير على مستوى الطرقات الجهويه والاقليميه والتي تستعملها ساكنه الاف الدواوير بالقرى والمداشر النائيه.